بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة أخواتي الطالبات، سنة أول ثانوي أقدم لكم مزيد من التمارين فيما يخص المعادلات والقيم المطلقة. انتبهوا مليح، حل المعادلات التالية: القيمة المطلقة على x يساوي 7، قيمة المطلقة 3 على 2 ناقص x يساوي 4، قيمة المطلقة على x ناقص 2 يساوي 2 ناقص x بدون مطلقة، والجذر التربيعي ل x زائد 1 مربع يساوي 2. إذا انطلقوا. بسم الله. x يساوي 7، معناه أي مسافة ما بين x وصفر هي 7. نعتبر A نقطة ذات الحصيلة A، نقطة حيث أو A يساوي صفر، M نقطة حيث أو A يساوي X. إذن AM يساوي 7. نرسم مستقيم العددي مزود ب معلم مبدأه هو صفر، و أم 7. لهنا مادام أو أ يساوي صفر معناه يتلاقى مع أو، أم لازم يكون لها 7. إذا هنا ما نديروش لنا حلو، في الوسط إذا نبداو 1 2 3 4 5 6 7. إذا AM لازم يكون 7، هاي لهنا هذه AM. ثاني لازم يكون ثاني 7 من جهة اليسرى، واحدة هذه AM ثاني، سبعة. إذن الحل، الحل هو لنا ناكيك ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5 ناقص 6 ناقص 7. إذن الحل هو ناقص 7، 7 هذا الحل.
التمرين التالي ثلاثة ناقص إكس يساوي أربعة. هذه معناه أن المسافة ما بين ثلاثة إكس هي أربعة. إذن مسافة ما بين ثلاثة اثنين أربعة هي نفس المسافة ما بين إكس إكس ثلاثة على اثنين. إذن ناخذ أ فاصلة تاعو هذاك، و أ هي ثلاثة على اثنين، و أم هي إكس، و أ أم هي أربعة. نرسم مستقيم عددي، مستقيم عددي مبدأ، و أ هي ثلاثة على ذاك، واحد اثنين ثلاثة أربعة، من هنا ناقص واحد ناقص اثنين ناقص ثلاثة. و أ هي ثلاثة على اثنين، معناه أننا في الحالة هذه هي أ أم لازم يكون أربعة، يبقى أربعة. إذن واحد زوج ثلاثة أربعة، هذه أ أم، ولهنا يكون ثاني كذلك أربعة ثلاثة، ولهنا نص، هذه أ أم. إذن هذه واحد زوج ثلاثة أربعة، هذه أم. أربعة أربعة. إذن الحل هي خمسة خمسة فاصل خمسة، ولهنا اثنين فاصل اثنين. إذن ناقص اثنين فاصل خمسة وخمسة فاصل خمسة، هذا هو الحل. تبع اثنين ناقص اثنين يساوي اثنين ناقص إكس. القيمة المطلقة تكون في الحالة الأولى إكس ناقص اثنين موجبة على إكس أكبر من اثنين، ولنا تكون ناقص إكس زايد اثنين موجبة في حالة إكس أقل من اثنين. إذا كانت إكس ناقص اثنين تساوي
إكس ناقص 2 تساوي 2 ناقص 2، معناه أن 2 إكس يساوي ناقص 4 يساوي 0، معناه إكس يساوي 2. إذا كان إكس ناقص 2 يساوي 2 ناقص 2، أي 2 ناقص 2، معناه هذه صحيح، هذا صحيح، صحيح. إذن الحل هي x x زائد 1 مربع هو x زائد 1 ولكن بالقيمة المطلقة، تساوي x زائد 1 موجب، معناه x أكبر من ناقص 1، وتساوي x ناقص 1 موجب. إذا x يساوي 1 معناه x أقل من ناقص 1. إذن x زائد 1 تساوي في الحالة x زائد 1 يساوي 2، معنى أن x يساوي 1. x يساوي x ناقص x ناقص 1 يساوي 2، معناه أن ناقص x يساوي 3، أي x يساوي ناقص 3. الحل ناقص 3 واحد. إذا انتهينا من هذا التمرين، والسلام عليكم ورحمة الله.